أوين 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 دادا يا دادا راكم عجبتني على سلامتكم الحباب وعلى سلامة اللي جابكم يا وعلى سلامة اللي جابكم وانتي وعجبتني كيشوف فيا كده مكان الله لا إله إلا الله والله الحموس عليه والحمد لله من اللي خلى لنا التراث السلام عليكم الجمهور الكريم ديالنا اليوم احنا في واحد الحلقه متميزه ان شاء الله غادي نقدموها لكم لان معنا واحد الرمز من الرموز ديال البلدي وديال العيطه الفلاليه وديال الفن والتراث ديالنا. هذا ضيف كبير وكبير بزاف لانه جاور الرموز والرواد ديال الفن البلدي الاولين المؤسسين والمسيره ديالته كلشي كيعرف ارتبطت بالشيخ محمد باعوت رحمه الله واللي هو تقريبا اللي بقى الوحيد حاليا اللي بقى محافظ على الشكل كاننا جالسين مع المرحوم محمد باعوت وبطول عمر الاستاذ الكبير ديالنا. حنا مع السي علي طيطوش الفنان القدير ديالنا والشيخ الكبير ديالنا واللي مشهور على الصعيد ديال الجهه وعلى الصعيد ديال المدينه ديالتنا بالتراث البلدي. السي علي مرحبا بك معنا. الله يرحم بك الخير. حنا فرحانين بزاف وجيت سعداء اللي استضفناك. حتى انا فرحان بكم. على سلامتكم عمي والله يطول عمركم ويخليكم لينا والتراث والبلاد. الله يبارك فيك سيدي المعلم. انا حاليا ما بقى لي ما نقول حتى بس تسكت حدا هاد العمالقه ديال الفن البلدي راه شي حاجه اللي ما عرفت ما نقول صراحه الله زعما داكشي شي حاجه اللي زوينه وشكرا لك عمي علي حيت الله يبارك فيك ولدي الله يكبر بك. راه غير الحضور ديالك راه نجاح. الله يبارك فيك. الحضور ديالك نجاح والسعلي وهذا الشيء خلانا اننا نبغيو نتعرفوا عليك اكثر من الصغر فين كنت صغير البدايات ديالك حتى وصلتي لهذا المكان تبارك الله بغيك تعاود لنا كل شيء صراحه الله بالديتاي ديال الديتاي حيت الا فهمناك انت عمي علي غادي نفهموا في البلدي. ايه صراحه لان هذا رمز من الرموز. الا تنقولها اول هذه تنقول اول خطره في الفيديو الا فهمنا عمي علي فهمنا في البلدي ان شاء الله يا ان شاء الله يا ربي. عمي علي ممكن تعاود لنا فين تولتي فين كبرتي كيفاش تولعتي بالفن البلدي كيفاش تعرفتي على محمد باعوت بينك تعاود لنا هادشي كامل. ايوا الفن البلدي بديته مولا 14 هكاك 15 عام 14 15 عام فاش بديت البلدي انا. وفين تجديتي؟ زدت في قصر مولاي محمد. قصر مولاي محمد في الخنك. الخنك هادشي قبال البراج هاي مازال بحال كنشوفوها بحال دابا. وكنت مع شيخ وهو محمد عبد الله الصرغيني. هو مع من هذا الاول مع من بديتي؟ هو الاول مع من بديت كنضرب معاه الطرير. شويه بديت كنضرب التعريجه ان كاينه ديك الساعه التعريجه طر صافي هما اللي كاين تزات عليها التعريجه كيكونوا جوج تعرج وطر صافي هذا ما كيكون. جات الدربوكة ديك 60 64 65 66 دخلت الدربوكة تحذفات تعرجة جوجة. نعم من تحذفات مشات الدربوكة سيارة كتخدم صافي وبقات إلى بقات إلى الآن يومنا هذا. ملي عاودت رحلنا لهاد الجيه من ورا البراج بديت كنتلاقى مع بو محمد نتلاقاو هكا مرة منا ما زعما نقولوا ماشي شي نعم إيه بخير مني لاباس لاباس كنت كنتصادفوا هكا في شي مناسبات. نعم وكتذكر انت اول خدمة اول لقاء مشترك بينك وبين
الحاج محمد باوت رحمه الله، يعني المره الاولى اللي اشتغلتي معاه وكان الشرف يعني انك تخدم مع هذاك الهرم. هي تلاقينا في واحد المناسبه نعم وجلسنا، قال لي اسي علي شكون هاد، شكون هادو اللي راهم جايبين هاد الهدايا، شكون هادوك الطباله والغياطه؟ قلت له فلان وفلان وفلان ثلاثه يطبوا له الغيطه. قال لي راه ديك الطاره، عطيته الطاره. قال لي تعريجه، قلت له ها هي تعريجه. كان حدانا واحد السيد كيمشي معاه حتى هو مره مره، قال له هز ديك التعريجه. قال لي انا هز ديك التعريجه. قبت عندو التعريجه، قالك يلا نعاونو هاد الناس. وهما جايبين الهدايا، هادي اول عاوناهم. شويه شد التعريجه من عند داك السيد الاخر، تقادينا حنا وياه في التعارج. كيقصر ودنو لجهه التعريجه عندي باش يشوفك واش واش مزيان. كيقصرها وبدا كيزوق، ولقاني راسي بلاصتي، وعاود زويقه جاوجه لقاني راسي في بلاصتي، عاود تلاقينا تلاقاو التعارج. كي تما عرف بين راك موهوب وبين راك. المهم سرنا نطرحوا هادوك، دخلنا لبلاصتنا نتا مول الخير. سنا بدا داكشي نتاع الموسيقى وداكشي بدينا كنخدموا. قالوا له اه با محمد راه كيشطح. فعلا كنشطح لا ماشي كذوب. قال لهم اسيدي نوض يشطح. ايه نوض وني نشطح. وكيشوف فيا كيشوف فيا كيشوف فيا، اش قال له الشرادي العربي تا هو ما نساوش. قال لي واخا خصو يدوز عندك باش نعطيه غدا شهادتو بان كيعرف يشطح. قال لي تبارك الله عليك. الله يبارك فيك ابو محمد، غير كنقضيو الغرض وخلاص صافي شويه. قال لي لا تبارك الله عليك، راك كضرب التعريجه مزيان وكضرب الطاره مزيان وكضرب الطر مزيان وراك كتواجب على العيطه مزيان، درك راك مزيان. قال له قال له شرادي العربي عطيه الشهاده يدوز لك الصباح قبل ما يعني الاعتراف باش بين انك تبارك الله عليك راك عندك الحرفه حتى انت وموهوب. تبارك الله عليك. والقضيه تكون بالطر دابا حاليا الطر ما عرفتهاش. ايوا كيخلطوا الناس ما بين الطر والطاره والطريه، كاين اختلاف. هو يقدر يشرح لنا. نعم حطر هذيك الطاره كاين دوت هذا الطر الطر طارا راه طارا شلوح كيقولوا تالنت تالنت. كاين اللي كيقول البندير، حنا كنقولوا طارا طارا. كاين ماشي دوك الطواري ديال دروك اللي كاينين العصريين. الطارا كتكون غارقه وبزناز ديالها نيت كيتسخن داك الشيء. اي والجلد نيت على حقه وطريقه مغروفه نيت كامله، ماشي نص في الغريف مغروفه كامله. كي الطاره كنقولوا الطاره. نعم بغيناك تحدثنا على الوقيته اللي صافي بقيتي مع الحاج محمد باوت رحمه الله، ومشى ديك المسار وديك السنين الطويله اللي بقيتي معاه حتى توفاه الله. بغيناك تعاود لينا شنو الذكريات الزوينه اللي شاركتو في البلايص اللي مشيتو، الحاجات تذكر لينا داك الشيء. الا كاين ما بغيتي تقول في قلبك قولو. اييه داك الشيء اللي كنقوله هو فاش عرفني بني هكذاك، شافني كنمشي للجمعيه جمعيه الولاء الفلالي للتمثيل والموسيقى اللي مرأسها من 1964 65 فاش ترأست ديك الجمعيه. شكون اللي كان انا ذاك الرئيس ديال الجمعيه؟ عزيزي مولاي ادريس. عزيزي مولاي ادريس كان المقر ديالها؟ كان قدام المحطه دابا. تما كان المقر. تما كان المقر في الدار عنده. عند السي عزيزي برايا بالبلاكه ديالها بكل شيء لها. تما كنتو كتجمعوا؟ كنا تما كنجمعوا فاش كتجي الزياره ديال سيدنا. كل شيء كيتجمع تما، الفنانين كلهم ديال كاع داكشي اللي كيدير الفولكلور كلشي كيتجمع تما. شكون اللي كيكون جاي في الطريق هو صحاب لاكليك. صحاب لاكليك اللي كيجيو من جهه البلديه ويودو مع الهوده
تن عرفوهم حنا بانني دازوا الزنقه عاد كنجيو حنا شكون اللي كيسبقوا العبيد كيسبقوا العبيد كتبعهم الطبله والغياطه كتبعهم بو محمد ودوك العيالات اللي كانوا كيخدموا مستورين وداكشي ماشي كان داكشي على داكشي نيت على حقه وطريقه كيتبعونا وكنمشي وكدير من وراك في الزنقه هكذا كتبان لك الرص بارك الله الزياره ديال سيدنا والاعياد الوطنيه كذلك الاعياد الوطنيه قال لي وراه كان بين الديك وكان حشم من مولاي ادريس عزيزي يقول لك شي حاجه دروك عافاك غادي نطلبك قدام المسؤولين قلت له مرحبا جات المناسبه دخلنا المهم جات قال لي علي قلت له نعم قال لي فكرني قلت له نفكرك دخلنا المسؤولين دوك اللي كانوا المصاهرات اييه هما دوك جالسين قالوا له محمد باعو تاع اللي بغيناك وبغيناك قال له مرحبا قال له عزيزي قال له نعم قال له عافاك فوقاش نبدا ندي عليه معايا راه كان ديه ودروك عافاك راه بغيت نشد من عندك الاذن الاذن باش نديه قال له شوف ديه هو واللي عجبك في المجموعه نتاعتنا ديه من الجمعيه ديه يخدم معاك البلاد اللي كنخدموا كاع كاملين ديه يخدم احنا كلنا في سبيل من تما بدا كيديني مرنا الرباط مقطع البيضاء المهم شكون ما ابرز البلايص اللي مشيتي لهم ولا شي حاجه اللي بقات لك في الذاكره ديالك شي حاجه السعيديه السعيديه ما عمرخينا وكاع هم زينين ولكن السعيديه فيها واحد بقات لك في الذكرى ديالك بقات شويه مطورخه نيت مالي شكون ما ابرز الطرائف اللي عشتوها وما راه كثار الطرائف ولكن لا تذكر لنا وحيده ولا جوج زوينه مع الحاج محمد باعوت رحمه الله الحاج باعوت الله يرحمه مسكين فين ما مشينا ما كان غير الفرح والضحك والهضره الا مشينا في الكار بالكيسيون كيعطيوه له في العماله ولا البلديه كنمشيو كذا حكينا حاضرين بينا والو نمشيو ونوليو ضاحكين حاضرين شنو شي واقعة كتعقل عليها كتضحك شي شوية وقعت ليكم ولا تعتار هادوك ايوا قلنا غير وحدة يا سمع نقول لك كاينين ايوا قول لنا غير وحدة كاينين نقول لك كنقول له با محمد كيقول لنا كنقول له ايوا راه نسينا الصاك فاش كنديروا الماتيريال ديالنا الطار والتعار وداكشي كيقول لي كنقول له ايوا واش ندير با محمد ايوا اش كدير عليه كنقول له ما عندي نسيتو ونردوها ضحكه كاكاكاي ونقول لك خرج داكشي كنقول له نسينا الماتيريال ونقعدوا نضحكوا عليها يعني كنصبك الله كنضحكوا كي ما كانش كيتقلق يعني كان واحد الانسان اللي مدرسه هو مدرسه اللي تواش من المدرسه دابا ديك المدرسه ما لقيتهاش انا ما لقيتهاش شكون اللي لقيت شويه شاد شوف داكشي هو شريف الحمري الفنان شريف الحمري تحيه ليه منبر تحيه ليه هو اللي باقي الحمد لله باقي جامع هاد الناس شويه كيخدم داك الشيء تراثي على حق اخرين هذا السرغيني محمد معهم تربيت انا راه معانا الحمد لله راه كاين معانا خدام يعني مولاي شريف الحمري خدام مولاي شريف الحمري خدا على عاتقه داك الحفاظ على داك الطابع ديال الحاج محمد باعوت رحمه الله وراه هو تتكونوا معاه نتوما حاليا دابا نعم دابا هو كيجمع وكيقول وكيسمع وهذا سميتو واللي في جهدو كيديروا نعم لكن غلب الله ايوا الحمد لله على كل حال اللهم بعدا واحد لقينا اللي محافظ لينا بعدا بعد هذاك اللون الحمد لله وما راه واخا لقيت شريف العمري في يدي وهذا سميتو وما ما فيهش شي مشاكل ولا شي ما فيهش ولكن بقات واحد اللقطه الشباب الشباب خصهم يهزوا شويه من هذا الشيء
نعم. وحنا خدامين كنحاولوا ان شاء الله باللي قدرنا عليه الله اللي قدرنا عليه الله ايه الله كنديروا المحاولات ديالنا ايه اللهم لك الحمد راكو قاريين وفاهمين احسن منا حنا اللي ما قاريين لا حاشا لا 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 قاريين نيت غير هادشي انتوما عاوتاني انتوما عاوتاني الشيوخ ديالنا والبركه ديالنا هما انتوما عاود ايه يا متشرف انتوما دابا عاوتاني راكم انتوما القدوه ديالنا والشيوخ ديالنا ورمز ديالنا يعني راه لينا الشرف ان بعدا لحقناكم ولحقنا نشوفوكم بطول عمركم ولحقنا اننا نحاوروكم ونستجوبوكم وناخذوا منكم معلومات اللي هي بمثابه كنز السي كريم واحد القضيه اللي بغيت عمي عليه يقول لينا كيفاش تبداو الحفله ماشي الحفله كما كيسموها في ديك الوقيته كيفاش تبداو وكيفاش تتلى فين كتكون انت وسيد الحاج محمد بعث فاش في الاعياد الوطنيه ولا غير في احنا في الفرجه في الحفل في الفرجه الفرجه بصفة عامة هو كيدير الايقاع ديالو عنده الايقاع بوحدو سبيسيال عنده الايقاع بوحدو الا كاينه الجمعيه نتاعته نيتم حقيقيه كيتمشي هذاك الايقاع هو هذاك والا ما كاينه شي وفيهم شي هكا وشي هكا ما كيخرجش ولكن كيخرج زين واخا ما كيعجبوش هو ولكن ماشي بحال الا كان بالفرقه ديالته الرسميه الله يرحم الوالدين لان الفرقه دابا خطره كيكون هذا خطره ما كيكونش خطره مريض ده خطره كلشي كاين في الدنيا كي داك الايقاع كيخصو يكون ضروري وداك الايقاع الشباب يتربوه ويعرفوه باش ما يجلناش باش ما ينقرض سيدي بغينا عمي علي باش تعاود لينا كيفاش تبدا هادشي وكيفاش تتلى الحفله باش الناس يعرفوا كذلك كيفاش كانت هاد الامور هذا هو نيت باش كتبدا بالايقاع بالايقاع كتبداو غير بالايقاع ايقاع هو الايقاع كي عاد كتدخلوا بالصلاه على النبي عاد هذا عاد كتنتقلوا للبيوت عاد الا كانت الوطنيه راه كيديروا واحد الاغنيه نتاع الوطنيه نعم من خارج شكون اللي خارجها جا جمعيه الولاء الفلالي اللي تمثل الموسيقى شكون اللي كينشدها الشرادي العربي الله يرحمه الله يرحمه قال لك الله سيدي الله الله سيدي الله الله يرحمك يا اللي خليتي الروهر ضوي طول الحياه الله سيدي الله الله سيدي الله نشوفوا فيها أمانة واللي خلى خليفته كايلو ما مات واللي خلى خليفته كايلو ما مات هذه الوطنية ضرورية ضرورية مؤكدة ومن كيعاود نطيحوا للبلدي أيوة رجل البلدي البلدين كان يمكن نختموها عاود بوطنيه والسطح فوقاش يبدا فوقاش السطح في المايا في الوسط واقيلا ملي كتحلى الليله يعني في المايا تيبدا السطح شنو كيسطح انت خلي كيفاش كيسطح عاود لينا كيسطح وكيخرج اموال الزينه اموال الزين كيسطح عليها أموزين أموزين ورجال البلاد حيين ونايمين أموزين أموزين أهل الله يا ليام واللي عايدي أموزين أموزين هادو في المايا هو كيرقص كيغني معانا ويرقص حنا كنقولوا اللازمة هو كيرقص وفي الوقيته اللي كان الحاج محمد باعت تينوض للرقص وداك شيء انت يا ما كنتيش انت دير الرقصه ديك الوقيته مازال الرقصه ديالو ايه وراه كنقولوا لي غير نوض ديرها اي نوض ديرها انت الله يجعل البركه راك مازال ديرها وانا غير انا مازال انا غير كنتربى يعني ما كتبغيش تقدم قدامه لان تيبقى هو الشيخ الكبير هي معلوم خصو هو يبقى في ديك هذا سميتو خصني انا نبقى نلاحظ ونشوف كيف كيدير لها وكيف هذه وكيف كيدير للطر وكيف كيدير للتعريجه وكيف كيدير غير كتلاحظ وتتعلم هكذاك وحتى كنقعدوا انا وياه بجوج نعم ونقول له با محمد ايوا كيف كدير العيطه وها كيف كدير العيطه وها كيف كيقول لي اياه اي والله يعطيك الصحه اي راه كتحضي كنقول له با محمد ايوا من كلشي عندها اللي نرك ما عشتش ايوا من نكون عافاك راه كلشي كنشوف صافي كلشي كنعرفو
الحمد لله. اييه بغيناك تعاود لينا على يعني انت من القلائل اللي عاشوا هذيك اللحظه يعني ديال اخر لحظات ديال الحاج محمد باعوت في الحياه رحمه الله. يعني عشتي انت النهار اللي هو توفى فيه، يمكن تعاود لينا وفين وكيفاش وفوقاش ذاك الليله؟ نعم هنا عاود على شي مسلم. سيتي فريمون لحظه مؤثره. نعم مسؤولين قالوا تطلعوا، هو قال له حتى يضيع بيه المذيع. هذا الشيء فين؟ فين كناس؟ كناس التسعينات وقت التسعينات 1990 نعم. ما علينا ما بينا، كتوجدوا طالعين تغنيو في السهرة. هذا قال لي واحد فيهم اجي اجي اجي، حتى هو علي. قلت له انا هو علي. قال لي واش بعتها اش بغاك؟ قلت له مرحبا. واش هذا الشيء دابا انتم طلعتوا فوق المنصة؟ انا حنا فوق المنصة. وهو فين كان الله يرحمه؟ هو خلاه ينادي به المذيع عادي يجي، عادي يجي طالع، عادي يجي طالع. يعني الفرقة راها طلعت فوق المنصة باش ميني يطيح في وسط من هنا يتهز الايقاع. تبداو النتايات تيديروا داك الاستقبال ديال الضيف، يعني هو تيدخل بوحدو. نعم كان باش يدير ديك الدقه نتاع الايقاع. نعم خاوي هكاك عاد كيدخل في العيطه. نعم مشيت لقيت الرجل سبحان الله العظيم، ها اللي كيكلمك. نعم ها اللي كيكلمك، ها اللي كيكلمك. كنقول له بو محمد ها انا ها انا ها انا ها انا كيشوف فيا كذا ما كان الله. لا اله الا الله والله يرحمه ويوسع عليه. والحمد لله من اللي خلى لنا التراث وخلى لنا هذا المولود غني. الحمد لله احنا باقي لدابا كنرددوا حنايا. لا وخلاو ومازال حنا شباب ما عصرناش، ملي تولدنا ما كان توفاه هو بعدا، ولكن كبرنا وسمعنا وتعلمنا وحنا خدامين تنعاودوا هذاك الشيء ديالو وداك الشيء ديال التراث وديال مولاي علي بالمصباح وديال القدام كاملين. نعم من بعد الوفاه ديالو كيفاش استمريتي بدون الحاج محمد بدون هذا سميتو؟ كنا حنا الشرادي العربي الله يرحمهم. قررتوا تاسسوا شي مجموعه؟ قررتوا فرضوها علينا، فرضت علينا البلديه والعماله. قالوا ضروري باش ما تفرقوش. وديك الرقيصه واحد فيكم يديرها. فهم اللي بقى يفهم هنا غادي هنا فين غادي تورث انت ديك الرقصه هكذاك. قلت له العربي دابا كيفاش؟ واش شي واحد قال لي شو؟ ما كانش حتى واحد، انت اللي كنشوف يعني خدا الايرت ديال. قلت له يا ودي ولا كان شي واحد في دور احسن مني؟ قال لك لا انا كان شي اللي احسن منك. حيت انت كنتي مرافق مع الحاج الله يرحمه، عرفتي كيفاش شي انت كيقول لك ني راه كيكون بعد دايز وكتكون انت مع جهه اخرى وكيقولوا له ابا محمد، وفعلا راه كيكون دايز في الزنقه الشبه زعما. طريقة اللبس ديالو طريقة حتى دابا حنا كنشوفوا دابا الطريقة كيفاش لابس وكيفاش يتكلم. هذا يعني راه بزاف الناس بحال راك جالس مع باعوت بحال هكا. انا راه عيشني بحال بحال اللي حضرت في الوقيته ديالك. حنا احنا جالسين في ديك الحقبة والله الا بحال اللي جالسين. انا هذا شرف كبير لينا. شوف الشبه ها الشبه ها الشبه ابا محمد علي ده كيقولوا ايه عاش بو محمد راه عليه هذا كيقول لك والله الا قلت انا واش هو. قلت له انا بغيت تقول له شي حاجه نمشي نقولها له. واخا بغيتك تعاود لينا الاجواء اللي كانت من بعد الوفاه ديال الحاج محمد باعوت، كيفاش كانت الاجواء في الرشيديه؟ الاجواء كان الحرب بعدا هو الاول. كان الحرب ديك الساعه في التسعينات ديال الخليج. راه يضاع الموسيقى كاين والو، كان غير الله. ياك فاش ولا الحرب ولا نتاعها وداك الشيء عيطوا لنا حنا العربي ومشينا واجبنا المسؤولين ديك كان المظاهرات وداك الشيء. قال لك اودي هذا الفن ما خصو شي يريض. اودي لا والو خصكم تستمروا فيه باش يشوفوا شباب اخرين ويشوفوا ناس اخرين اللي ما شافوش. قلنا سيدي مرحبا
استمرينا حتى هنا عيال في الراضي العربي الله يرحمه وتوفى. عاود شريف الحمري عاود جاو لي وهذا سمتو قال لي موان شوفوا عليه نشوفوا عليه جي لي قال لي ما كاين ما قلت له شريف داكشي قال لك ما كاين قلت له مرحبا نديروا له شي بركه راه ماشي شي غير البركه تاع الله راه ما كان والو تماك غير البركه قال لك واه ما كاين قلت له مرحبا بقينا كنمشيو حنا وياه الان الان حيت حنا كما كنعرفوا دابا حاليا انت دابا مع مولاي الشريف الحمري في المجموعه ديالو معاه كتكون معاه كنشوفوك هو عاود زاد كان ديك الساعه الخدمه كثيره وداك الشيء وهذا سميتو كيقول لك مره مره تمشي كنقول له شوف ما نمشيش دائما واني مره مره فاش بغيت دير حاجه باليديا وهذا سميتو نمشي وندير له حاجه بلي فانا انا كنستمر الان الحمد لله وبطول عمركم ان شاء الله ونطلبوا الله يعطيكم الصحه والسلامه ونزيدوا نشوفوكم حنا ولاد ولادنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله وهذا في البلدي راه ما بغينا شي يوقف ان شاء الله بجهد الله استمر عافاك الله يجازيك بخير راه به ضحاونا بدرنا العرس فهمت راه غير بالبلدي داكشي اللي كيعاودوا لنا ذوك الناس القدام راه غير بداك البلدي هو باش ضحى وعرسوا والله مالك الحمد حمدنا الله وشكرناه نعم نسوك عمي علي وسمح لي واش البلدي بالرقص الا كان البلدي بدون بلا الرقص بلا الشطيح واش كيفقد شويه ولا واش البلدي خصو يكون فيه الشطيح ايوا كاين اللي كيديروا فيه الشطيح كاين اللي ما كيديرش فيه الشطيح اش كيديروا فيه الا ما تسميتو كيبقى يدير غير هكا غير تعيش معاه بديك الطريقه يعني البلدي خاص ضروري يكون شطيح سواء تعيش معاه روحاني بداك الشكل دقت الصدر كاينين الناس هنا ديك خمسه ولا سته كيجيو لحدانا وكيجلسوا وكيقولوا واه العربي واه نعم واه حنا جينا كيقول لهم مرحبا بكم وكيشد لهم المايا المايا ياك كاير يضمن التعريجه كاير يضمن الطر كاير يضمن الدربوكه كيبقى غير الصدر الكاير يضمن السنيترا وكيبقى الصدر دق 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 يعني البلدي روحاني يعني موسيقى روحانيه حتى كتخدم نشطوا دوك الناس كما ينبغي كما مثل وجوهكم كيقولوا دروك حنا قصرنا شوف البلدي وكان الاحترام والاداب الاحترام كان فوضى في لا فوضى ما كانش كاع اللي كيدير الفوضى كاع ماشي بحال هادشي اللي ولينا كنشوفو مؤخرا لا 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 كانش ما كانش داك هذا كان الناس محترمه ويا تايات نعم سيدي وهالمياه اللي بغى يشرب السطول عامرين وفي العشاء كيقولوا ما سيادنا اللي ما تعشاش يجي تعشى يعني فرح للجميع بكم وعلى سلامتكم فرح لكل شيء داك الدوار كان اشوف ديك الشيء شكون اللي ما تعشاش يقول لي يجي تعشى هو الكرم ديال بلادنا هذاك ما حاجه عاديه ما غريباش علينا ما غريباش علينا الحمد لله خصو كيدير العرس لخو ولا لولده ولا هذا سميتو خصو يكون من دوك الناس حتى اللي يسمع القصاره درك وجا نعم وجا خصو كرشو خاويه كيقول له اسمع العشاء كيقول له العشاء فين كتعشى نوض ناس يدير تعشى ايه راه هادشي دابا راه شايفو بعيني وشايفو وسامعو بودني الحمد لله وشنو تغير شنو في البلدي في التغيير البلدي من شحال هادي من وقيتكم لدابا شنو تغير في البلدي واش فقد البلدي دابا دخلوا الات عصريه نفس الاشكال اللي كانوا نفس القضيه اللي تيقولها الفنان نفس القضيه ما عرف واش هذا فريمون ايش واش هذا شي اشكال نيت هو اللي خلى البلدي شويه البلدي كيجيو مع دوك الال ولكن ما كاينش ديك الرنا ما كاين داك الطبع الاصيل ديال الاصل اي يعني دابا حنا بحال عصرناه شي شويه هكذا ولكن متطلبات العصر اللي فرضات علينا هكاك ولكن هو في الحقيقة أنا واخا أنا تنتمي لجيل الشباب ولكن هو البلدي ديك الدقة ديالته الحقيقية الأولانية بنادر ديال الجلد وبالطارج راه ما كايناش أختها نكونوا واضحين حنا غير تقتضى علينا أننا يعني تحكم علينا أننا
خصنا نخدمو بهذيك الطريقه العصريه هكذاك رحم الوالدين هو اللي وقع. ولكن الناس كيكونوا متاثرين بالبلدي الاصيل طبيعه الحال يعني الناس فين كيسمع واحد بلدي معصري ماشي بحال بلدي اصيل كاين الفرق كاين الفرق فرق كبير بيناتهم. ولكن هذا الشيء راه في جميع الالوان هذا اشكال واقع لجميع الالوان الموسيقيه واقع باش غتماشى مع العصر راه غادي لا بد تفقد واحد شويه ديال الصبغه ديال الاصليه لابد غادي لابد هذا الشيء كاين هذيك الساعة السنيترة والعود تكون تعارج طر كتكون شطارة شكون اللي دخلنا الدار بومان باعت الله يرحمه جدد هو دخل الدار هي ما كانتش في الأول في البلدية ما كاين هو اللي دخلها هذه معلومة مهمة نعرفوها هو اللي دخلها صافي علاش دخلها هو دخلها كيقول لك هو كيخصو الطارة تحضر وإلا كانت الفريقة اللي حافظه وعارفه ضروري من ديك الوجباء نتاعت بلا عزف غير العقة شفناها في بعض الفيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي وكانت دازت حتى في قنوات التلفزية غير الإيقاع بدون عزف واش ممكن تشرحوا لنا الايقاع لان كاين بعض الناس اللي غادي يقدر يعطينا عمي عليه عطينا ايقاع عطينا مثال بالطائريجه راه الطائريجه ايه عطينا دابا مثال نعطيك مثال انا وندير لك واحد شويه في لا عطينا دابا غير مثال بالايقاع بالايقاع بالطائريجه جوانا كانوا تعارج ايه اوكي وقع تدخل وتتعمر الميزان وكاين ونزيدك واحد اخرى راه كان يمشي ديك الساعه كيحطوا لنا لي فوتو كيقول ايوا سيدي ما بغيناش هذاك الشيء كاع الا ما كانش كنقول له ابو محمد غير سلك كيقول لك القعده الارض بحال هاش يقول لك نفضلوا نجلسوا في الارض مجموعات جلس في الارض فرشين زريبيه الناس البلديين ديال زمان داك الشيء نعم زريبيه وجلس ويجلس داك ويجلس داك وتكون نص دائره دابا الالات اللي الالات اللي كدير نتايا اللي كضبطهم هما الطارجه والات الطر هادو هما جوج اللي نتايا تعرف بهم والطاره حتى هي الطاره الخمسه والخمسين الخمسه والخمسين وملي كتنوض دير الوجبه ديال الرقص واش كتكون في يدك شي اله ولا غير ضروري خصها تكون في يدك شي اله على حساب على حساب الفن ديال باعوت نعم كتكون عنده شي آلة في يده في يده 55 طر تعريجة طر نعم لابد شي حاجة في يده دابا انت مثلا التعريجة هي جزء منك دابا صافي التعريجة تقدرش لا التعريجة نعم الا ما كانت شي ما نعم هي راس الإيقاع نعم هي راس الإيقاع بعدها هي اللي راس الإيقاع نعم راه كيقول لك التعريجة هي الأولى برا التعريجة نعم التعريجة عمي علي واش ممكن تقول لنا شنو هو الطموح ديالك شنو فين باغي الفن البلدي انه يوصل وكذلك تقول لنا حتى النصيحة لهاد الشباب حاليا اللي نتمنوا انهم ان شاء الله ياخذوا المشعل ديال البلدي ايوا هادشي راه خصو عافاك ينوضوا بهادشي الشباب والشباب مساكين راهم طايشين لهاد الفن البلدي راهم باغيين يخدموه ولكن ما لقاوش شي طريقه باش تقول زعما تشجيعات وداك الشيء ما كانش فين يتشجعوا ما كان فين شي واللي بغى يتعلم الفن البلدي على حقه وطريقه اللي بغى يتعلم الفن البلدي على حقه وطريقه يشوف الناس القدام الله اكبر صح الناس القدام هما اللي كيعطيوك اش داك الشيء دير كيف دير التعريجه تشدها كيف دير تقعد وسط الناس ياك فهمتي كيف دير تكلم كيف دير تواجب ايه لان راه ولا الشيخ كيغني العيطه خصك باش تواجب عليه وديك العيطه خص داك الشيخ يكون عامر راسو العيطه علاش لان الا تفرقات
الا تفرقت ما كطولش، و الا ما تفرقتش كطول. فهمت المعنى؟ اي فعلا. اه كذا لان خاصها تحط على حقها وطريقها، على حقها وطريقها، و الا تفرقات ما كطولش. على عيطه الا تبدات خاصها تكمل وما تحذف منها حتى شي حاجه، ما تحذف منها حتى شي، ولينا كلام العيوط كثير. تكد دخل نتاع العساسه، العساسه ماريتو غزالي تقول دخلوا في داويني يا سيدي حمد داويني لاك لاك باش فهمت المعنى. نعم هذاك الشيء باش كتخلي الشيخ هو يمشي مع العيطه. نعم. وانت واجب عليه الا كان هذا سميتو كتواجب عليه اللازمه، ولا كتواجب بواحد الكلمه مواتر ديك الكلمه اللي قال هو. نعم ياك فهمت المعنى. نعم كطوال العيط. نعم واخا عمي علي قبل لان نسينا واحد السؤال مهم كذلك، واش ممكن تقول لنا الناس اللي كانوا في الوقيته ديالك سواء الرجاله ولا حتى العيالات كذلك كانوا كيغنوا باللي اللي كنتي كتعقل على شي اسماء في الوقيته ديالك شحال هادي؟ ايوا هذوك هذوك حراره عيشه زكود مع مخ. ما كانوش عيالات كثار ديك؟ لا عيالات والو تقول. وبالنسبه للرجال يعني مولد الكاوي، مولد الكاوي شكون عندك سيدي جلولي محمد، محمد عندك هامي عبد الله، عندك في التالي هذا سميتو العنان مصطفى، عندك هذا بوري دابا حتى هو راه شويه لاباس عليه، عندك شريف الحمري حتى هو راه اللي تخدم داكشي ياك فهمت. نعم هادو الناس اللي بقاو، هادو الناس اللي مازالو محتفظين على داك الفن البلدي. وشحال هادي كاينين شباب طايشين ليه ولكن الله يهديهم كيفضل عيطه وما كيلقى شي قاعد ما تكملهاش كتقول له سميت ديك العيطه كيقول لك ما احنا ايه كنغني وصافي. وشحال هادي عمالي الناس ديال الاولين في العهد ديال مولاي علي بن المصباح واش كانوا شي وحدين اخرين؟ كاينين والله يرحم الله يرحمه الله يرحمه. انا مولاي علي بن المصباح هو وكان واحد الشريف حتى هو كيقولوا القايد حتى هو كيضرب العود حتى هو عنده ما يقول، ماشي تقول زعما عنده ما يقول حتى هو. والصديق ديالك اللي كان رافقك في الموسيقى وهذا السي عبد الموجود العباسي. إيه. العباسي حتى هو عنده الكمال. إيه. يضرب الكمال يضرب العود حتى هو فنان حتى هو كيخدم. إيه. ماشي تقول زعما تسمو كيخدم ولكن في التالي ولا صافي انسحب ما نعم انسحب على ذاك الشيء. وإلا كانت شي حاجة راك حتى هو كيكون حاضر إلا كان شي مجيء اللي هذا وذاك الحب وذاك الولع تيبقى في الإنسان ما تيموتش فيه. هكذا إوا عمي نعم وصلنا لنهاية الحلقة وما غاديش نختموها يعني قبل ما نستغلوا هذه الفرصة وهذا الشرف هذا ديال أننا استضفناك معنا واننا دابا كنشوفوا كاننا كنشوفوا الصوره من الشيخ الحاج محمد باعوت رحمه الله الا ونطلبوا منك تعطينا شي مقطع ولا شي حاجه تذكرنا في الريحه ديال محمد باعوت رحمه الله. اه مرحبا وتقبلوا على اللي كان نقبلوا على اي حاجه جات من عندك راه غير البركه الله يجازيكم اللي جات من عندك زوينه. مرحبا ان شاء الله بسم الله بسم الله. أوين دادا يا دادا راكم عجبتني على سلامتكم الحباب وعلى سلامة اللي جابكم يا وعلى سلامة اللي جابكم وانتي وعجبتني اه يا الخوت الحباب اراكم جموعين وراكم جموعين على سلامة الحباب
الله.